بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة هي أصل الدين، العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة هي أصل الدين وأساسه. فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها أو ينقصها فإن بقية الدين تنبني عليها. أما إذا اختلت العقيدة فإنه لا فائدة من الأعمال ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل. ولهذا أول ما يبدأ به الرسل دعوتهم تصحيح العقيدة. فأول ما يقول الرسول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، لما بعثه الله عز وجل يدعو إلى الله أول ما بدأ به تصحيح العقيدة، فكان يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار والأحياء والأموات غير ذلك من المخلوقين. بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تصحيح العقيدة قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالخلل في العقيدة إذا كان يناقضها فإنه لا يغفر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الذنوب التي دون الشرك وإن كانت كبائر فإنها حرية أن يغفرها الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء. فهذا دليل على أن العقيدة هي الأصل وهي الأساس، وهي التي يجب أن يتعلمها الإنسان كما جاءت في القرآن وفي السنة، وكما درج عليها سلف هذه الأمة. لأنه إذا كان يجهل العقيدة فقد يقع فيما يخالفها، خصوصا وأن كثيرا من الناس يمارسون أشياء تخل بالعقيدة، قد تفسدها وتبطلها وقد تنقصها. فإذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة ولم يتعلم، فإنه حري أن يقع في الخلل في عقيدته وهو لا يدري، مجاراة لما يفعله بعض الناس، أو اتباعا لدعاة الضلال الذين يدعون الناس إلى إفساد عقيدتهم، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخرجونهم من النور، من العقيدة الصحيحة والهداية، إلى الظلمات، إلى الشرك، إلى البدع، إلى المحدثات، إلى الخرافات، وهي ظلمات والعياذ بالله. فهذا فيه تحذير للمسلم من أن تختل عقيدته وهو لا يشعر، أو أن يثق بدعاة الضلال. قد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وما أكثرهم، لا كثرهم الله. من هنا يتبين أنه يجب على المسلم أن يعتني بعقيدته وأن يتعلمها من مصادرها الصحيحة. والحمد لله قد ألفت مؤلفات مطولة ومختصرة في شرح العقيدة وبيانها وبيان ما يضادها ويفسدها، وهي متوفرة، فما على المسلم إلا أن يقرأ هذه الكتب المفيدة في موضوع العقيدة حتى يستقيم عليها ويحذر مما يضادها ويفسدها. فالأمر ليس بالهين، الأمر مهم جدا. نعم، هناك ممارسات يمارسها كثير من الناس، وقد يتسمون بالإسلام ويتصفون بالعلم أيضا، يمارسون أشياء تخالف العقيدة. من ذلك الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك، لأن الدعاء هو العبادة، دعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، لأنه يتضمن العبادة من الخضوع والافتقار إلى الله والعلم بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، توكل على الله والرجوع إلى الله
فالدعاء يتضمن كل هذه الأمور. ولهذا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال سبحانه: قال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالدعاء أهميته عظيمة، وكثير من الناس من يدعو غير الله في المهمات والملمات والشدائد، يدعو وينادي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم من يتنبه لهذا الأمر، فإنه خطير جدا. من الناس من يذبح لغير الله للتقرب إلى المخلوق، إلى الأموات، إلى الأضرحة، يذبح لغير الله فيشرك بالله الشرك الأكبر، لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل، لا يتقرب بذلك إلى غير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبيحة. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فجعل النسك قرينا للصلاة، وجعل النحر وهو الذبح قرينا للصلاة. فكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله. بعض الناس يذبح لغير الله، يذبح للأموات لأجل أن ينفعوه أو يدفعوا عنه الضرر أو يشفوا المرض الذي فيه أو في أولاده، يذبح لهم من أجل الشفاء والعلاج، كما يزين لهم شياطين الإنس والجن يذبحون لغير الله عز وجل. وفي السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، كما في حديث علي رضي الله عنه. فالشرك الأكبر هذا يبطل العقيدة من أساسها، وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. وما أكثر ما تقع هذه الأمور عند الأضرحة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين، وربما يغتر الجاهل بذلك، لا سيما وأنه يرغب ويقال له يحصل لك كذا ويحصل لك كذا، فيذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول هذا من باب التوسل بالصالحين. هذا شرك، وإن سميته توسلا فهو شرك. والأسماء لا تغير الحقائق. وكذلك مما يخل بالعقيدة الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو يكون بالأقوال الظاهرة، مثل الحلف بغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام:
لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. وهذا مما يجري على كثير من الألسنة، الحلف بغير الله، والنبي يحلف بالنبي، يحلف بالكعبة، يحلف بالأمانة، وهذا شرك، شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب ما يكون في نية الحالف، وهو واقع. وكثير ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يقرؤون النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، ومن ذلك ما يكون في القلوب من الرياء، الرياء في الأعمال، لأن يودي العبد العبادة صورتها أنها لله، وهو يرائي بها الناس ليمدحوه أو ليثنوا عليه أو غير ذلك من المقاصد، فهذا رياء والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، الشرك الخفي هو الرياء، لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرياء خطير، قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لأن كل إنسان يحب الثناء ويحب المدح ويحب المظهر الحسن، ربما يحمله ذلك على الرياء في العبادات، كونه يتجمل بجسده بالثياب واللباس والطيب والمظهر الحسن، هذا مطلوب، مطلوب جمال الهيئة والمظهر، أما كونه يتجمل بالأعمال عند الناس وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس، هذا هو المصيبة الكبرى. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. سمي رياء لأنه من الرؤية، يريد أن يراه الناس. وكذلك السمعة، السمعة مثل الرياء، وهو أن يحب أن يسمعه الناس، يسمعون دعاءه، يسمعون أقواله التي ظاهرها أنها طيبة وذكر لله، وهو يريد أنهم يمدحونه ويقولون: يذكر الله كثير الذكر فلان، فلان يطلب العلم، يعلم العلم، فلان يفعل كذا وكذا، يجمل صوته بالقراءة من أجل أن يمدحه الناس، كل هذه من أنواع الرياء، من السمعة، هذا من السمعة. ومن رأى رأى الله به، لأن الجزاء من جنس العمل، ومن سمع سمع الله به.
وأول من يدخل النار يوم القيامة ثلاثة: رجل آتاه الله علما فعلمه لكن علمه رياء، لم يعلمه لأجل الله، فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له: ما عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. والثاني: رجل آتاه الله مالا كثيرا فجعل يتصدق ولا يترك مجالا من مجالات الخير إلا وأخرج فيه من المال، لكنه يريد المدح لا يريد ثواب الله، هذا يؤتى به يوم القيامة فيقول له: ماذا عملت بمالك؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. والثالث: رجل جاهد في سبيل الله، قاتل الكفار وأبلى في قتال الكفار، لكنه لا يريد وجه الله، وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجريء، فيؤتى به يوم القيامة فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت، استشهد، جاهدت فيك حتى قتلت. وفي نيته أن الناس يمدحونه يقال هو جريء، فيقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هذا هو الرياء يا عباد الله، فلنحذر أن يدخل الرياء أعمالا. ولكن حكم أن الإنسان بشر، فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب الثناء وحب المدح، يتظاهر بالعبادة ليمدحه الناس، وهو أصله لا يريد الرياء، أصله بدأ العمل لا يريد الرياء، لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والثناء، فدخل في قلبه شيء من ذلك، فهذا إن تاب إلى الله في الحال واستعاذ من الشيطان ترك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل إنه لا يضره. وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يبطل، لأن الرياء يبطل العمل، لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، والله إنما يقبل ما أريد به وجهه وحده لا شريك له. فهذا مما يخل بالعقيدة، قد يخفى على بعض الناس. هناك أشياء يمارسها الناس وهي تخل بالعقيدة، مثل الذهاب إلى السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم بحكم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض، لا حرج عليه في العلاج. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا يا عباد الله، ولا تداووا بحرام، لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لوم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء
إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. لا لوم عليه إذا تداوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأدوية المباحة والرقية الشرعية والأدعية، لا لوم عليه في ذلك، هذا سبب من الأسباب المباحة. أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر محرم فهذا لا يجوز، أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكهان والسحرة، أن يتعالج بالطلاسم، أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء، فهذا تداوى بأعظم الحرام وهو الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنة. وروى مسلم في صحيحه: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز الذهاب إلى الكهان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله، ماذا يكون، متى يتزوج، متى يسافر، متى يذهب إلى الكهان، هذا شرك بالله عز وجل، لأنه ذهب إلى الذين يدعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره، فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يصاب الإنسان بالسحر، والسحر مرض خطير، وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي، ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة، علاجه بالرقية الشرعية، علاجه بالأدوية المباحة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر، كفر بالله وإفساد للعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. لا يجوز الذهاب إلى السحرة بحال من الأحوال، لأنه إذا ذهب إليهم فقد رضي بعملهم، وعملهم كفر بالله. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، تعليم السحر وتعلمه إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه، وكذلك العلاج به. فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عنده من السحر. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح ومن، وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام، لكنه تعالج بالرقية، أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوده بالقرآن بالإخلاص والمعوذتين فشفاه الله عز وجل. هذا هو طريق العلاج من السحر، السحر يعالج بالقرآن بالأدعية بالأدوية المباحة، ولا يجوز أنه يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم.
فكيف يعالج المرض البدني بالمرض العقدي والعياذ بالله؟ كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه؟ هذا من الانتكاس. عليه أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله، وأن الشفاء بيد الله، وأن الفرج قريب، يحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المباحة، الله جل وعلا قريب مجيب ولا ييأس ولا يقنط، لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه، فإنها إذا فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة وضل ضلالا مبينا. يجب التنبه لهذا. كذلك مما يقل بالعقيدة التطير، وهو التشاؤم، تشاؤم بالأشياء، التشاؤم بالطيور، التشاؤم بالأشخاص، التشاؤم بالدواب والبقاع، هذا هو التطير، وهو يدل على ضعف العقيدة، لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، يعني يقع في نفس الإنسان، الإنسان بشر، فقد إذا رأى شيئا يكرهه أنه يتشاءم به، ماذا يعمل؟ عليه أن يتوكل على الله ولا ترده الطيرة عن شغله، لا ترده الطيرة عن شغله، بل يتوكل على الله عز وجل. وفي الحديث: من ردته الطيرة فقد أشرك. فعليه أن يمضي ويتوكل على الله. كذلك استعمل الدعاء لأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فبهذا تزول عنه، يزول عنه التطير بإذن الله. من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك. أما من لم ترد، توكل على الله ودعا بهذه الأدعية، فإنها لا تضره. كذلك من الشرك أيضا قول: لولا الله وأنت، لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، وما أشبه ذلك، لولا فلان ما حصل كذا، لولا فلان ما حصلت على الوظيفة، لولا فلان كان أنا حاصلا على الوظيفة، هو اللي ردم. هذا من الشرك الأصغر، من الشرك في الألفاظ. فعلى المسلم يتجنب كلمة لو هذه. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: ما شاء الله، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. عليك أن تتجنب كلمة لو، وأن تتوكل على الله سبحانه، وأن تعلم أن الله لو قدر لك هذا الشيء لحصل، ولما لم يقدره لم يحصل. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك
لم يكن ليصيبك. فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، وما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه مما يكره فهو أيضا من الله لكن بسبب ذنوبه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عليه أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله. هذه أمور ينبغي للمسلم أن يراعيها. كذلك مما يخل بالعقيدة التبرك بالآثار، تبرك بالآثار والأشجار، اعتقاد البركة في هذه الأشياء. البركة من الله سبحانه وتعالى، وتنال من الله، وتطلب من الله. لا يتبرك بآثار الصالحين والأماكن التي حل فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين، فإنها بقاع أو مباني ليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هذا بيد الله، والبركة من الله جل وعلا. فلا يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو المباني أو الأمكنة إلا ما جعله الله مباركا، ما جعله الله مباركا إنه يتبرك به، كماء زمزم إنه مبارك. وكذلك الطواف بالبيت العتيق والصلاة عند البيت العتيق والدعاء إن الله جعله مباركا، فتنال البركة من الله في هذه البقاع وهذه الأمكنة، من الله لا من المكان ولا من الكعبة ولا من الحجر الأسود ولا من المقام، مقام إبراهيم، وإنما هذه أمكنة للعبادة. والذي ينزل البركة والخير هو الله جل وعلا، فيعتقد أن الخير من الله لا من البقاع ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من المباني، وإنما هو من الله. وإذا أمره الله أن يعبده في مكان معين فإنه يذهب ويعبد الله فيه، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه أمكنة للعبادة، من صلى فيها أو اعتكف فيها فإن الله جل وعلا يضاعف له صلاته ويبارك له في أعماله. أما هي فإنها ليس عندها مخلوقات. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة كان معه ناس من الصحابة حديث عهد بالإسلام، أسلموا قريبا ولم يتعلموا العقيدة تماما. فلما مروا على قوم عندهم شجرة، قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها للتبرك، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يسمون شجرتهم ذات أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه المقالة، وعرف ذلك بوجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إجلالا لله سبحانه وتعالى. إنها السنن، يعني التقليد، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأغرق عدوهم، جاوزنا ببني إسرائيل البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، يعكفون على أصنام لهم يتبركون بها، فمن جهلهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون.
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب لآخر الآيات. التبرك بالأشجار والأحجار هذا من أمور الجاهلية، فلا يجوز التبرك بالمخلوقات إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يعبد الله فيه، فهذا له حكم آخر، لكن مع الاعتقاد بأنه لا ينفع ولا يضر، إنما الضار والنافع هو الله. ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مسألة اقتداء، ما هي تبرك. فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلمه أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك تطلب من الحجر البركة أو النفع، إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم هذا. العقيدة مهمة جدا، وينبغي العناية بها، وينبغي تجنب كل ما يخل بها، وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يفتي به بعض الناس، لا يغتر بهذا، بل عليه أن يتبع الحق ويصحح عقيدته ويهتم بها، لأنها هي أساس الدين، وهي مصدر الخير، وهي الصلة بالله عز وجل. فالله جل وعلا أمر أن لا يدعى إلا هو، أمر أن لا يطاع إلا هو سبحانه وتعالى، أمر أن لا يذبح إلا له، أمر أن لا ينذر إلا له، لا يسجد إلا له، لا يصلى إلا له، لا تؤدى أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.